أول مسلسل هنتكلم عنه هو مسلسل الاختيار 2 اللي اتعرض الجزء الأول منه في رمضان اللي فات برضو على قناة On TV. السنة دي المسلسل هيتكلم عن قصة حقيقية لشهداء وزارة الداخلية من سنة 2013 لسنة 2020، وهيتكلم كمان عن بطولات رجال قوات المسلحة اللي بيضحوا بأرواحهم طول الوقت عشان البلد تفضل واقفة على رجليها. المسلسل هيكون بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي. ساعات الكلمة بتبقى أخطر من السلاح. في الآخر اللي شايل سلاح ده ممكن يموت واحد أو اتنين، إنما اللي بيتكلم ده ممكن يشايل ألف واحد سلاح. أنت شايف ناس قدامك شبهك زيك زيهم، عايز تمد إيدك ليهم تنقذهم من الخطر اللي هم فيه. كل ما دوار الدم كترت كل ما بقى فيه طار في كل بيت في مصر. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واحنا مش هنستنى نبقى رد فعل.